كيفك يا عمدي؟ كيفك يا فهيد؟ بالبعض يا عمدي يا ابن جنابك. لابس عبايتي يا حلوفي بعد ما المول الده يطفط حجر مش رقبتك. منور يا كبير، تفضل. مبروك يا فهيد. الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. مش تعرفني على دسايبك؟ امال ايه؟ اللي هو نظيم والعروسه وديك بنت العرباء بالعروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا ما تعرفناش ببعض، بالرغم ان انت ماشي من ورايا ومن ورا قفايا رايح جاي تعبط في ده وتدي ده من غير ما تعبرني. لا ما هو دوك مش غريب، ده الكبير عين اعيان البلد وجوز خالتي هديه. خالتك؟ ما شاء الله. ايوه خالته يا كبير، مش فزعه وفهم يقول قد اختي. شوف ازاي. لعلمك فزع ده يبان كبير لكن هو عيل صغير. عايز اقول لك ان تحت العبايه المعتبره دي كفوله. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. تصدق ان انا يعني حابب ان انا ادي لك عبط من اللي انت اديتهم لي دول وكمباط، بس بصراحه انا مش قادر اقوم، عندي 270 شظيه داخلين في جسمي مختلفه الاحكام، وده لان اللي قدامك ده بطل من ابطال حروب مصر السبعه، ابتداء من حرب 56 ومرورا بحرب 73 والاستنزاف وانتهاء بحرب الخليج، ده غير لمؤاخذه في الكلمه حبه مقاومه كده في افغانستان. طب وعدم المؤاخذه يعني هي كل الشظايا دي في حته واحده؟ لا متنطورين. الحمد لله الحمد لله، ربنا يعافيك. وبتشوف المؤمن مصاب في الاول وفي الاخر. والله وبجد جحش وكبرت وحتتجوز يا فهيم. خلصت المعهد ولا لسه؟ المعهد؟ معهد ايه؟ معهد ايه؟ اصله ما شافنيش بقاله كتير. داني بكالوريوس طب واخد الماجستير ودلوقتي ماشي في الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله، فهيم سرنجه بقي دكتور. سرنجه؟ قصه طويله. وهو صغير كان يحب يجمع مخلفات المستشفيات اللي هي السرنجات دي ملوثة، يقعد يشكشك بها نفسه ويشكشك زمايله ويشكشك البهايم والكلاب في الشارع وينقل الأمراض يعني. من ساعتها أطلقنا عليه اسم فهيم سرنجي. صح صح. بس تعرف يا فهيم ابني، أنا مفتخر بيك جدا جدا جدا، أنت كده قوي، سبت أطيان أبوك العمدة وسبت كل اللي أنت فيه ورحت داخل على الطب مخلص ماجستير دارس في الدكتوراه. ايوه انا طبعا عمري ما نسيت حلمي اني اكون دكتور عشان افيد الناس واخفف عنيهم، وده طبعا بالرغم ان ابويا مات الله يرحمه وفات لي فلوس واطيان كتير. ايوه فات لك ياما، الحاج عباس فات لي الله يرحمه ياما، فات لك اطيان وحاجات ولا ايه يا عمدي؟ ايوه مالي منورين ونوركم غطى على الكهرباء. ايوه وبنسبة الكهرباء مش وانا جاي الدوار لقيت سلك الكهرباء العمومي عريان. يا ترى مين اللي هيمسك السلك العريان؟ مين؟ يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بيك ويرحب بإدارك. يا سلام يا سلام، ايه الصورة العظيمة دي؟ ايه ده؟ هيبة وشيبة ما حصلتش، إلا مين دي يا فهيمة ابني؟ ده سرت أبويا الحاج الله يرحمه. الله يرحمه. فاكر يا فزاع؟ ما فاكرش حاجة، فاكر إيه؟ إيه خرطوم الذكريات اللي أنت فاتحه ده؟ قصر يا فهيم قصر قصر وما توجعش دماغاتنا سايبك أمال. ألو يا حاج عوض، جاي النهارده ولا ما جايش؟ والله لساك في المركز. طب ايه؟ حتركب وتاجي؟ زين. خبر الدوار ولا لا؟ مالي انا مستنيك. سلام سلام. خذ يا بنت خذ يا بنت، تعال. رايحة فين؟ هروح اجيب لهم الشاي. اه ده خمس دور شاي يطفحوه. هو في ايه؟ ناس دي قاعدة متلحمين لحد متى؟ معلش يا اخوي زمانهم ماشيين.
منورين. منورين بوجودك يا كبير. ايه يا دكتور؟ ليه قاعد كيف المتسلخين؟ قاعد في بيتي يعني. طب نستأذن احنا بقى يا جماعه، يلا بينا يا رباب. لسه بدري، لسه بدري. بدري من عمرك يا كبير. يلا يا رباب خدي لك تفاحتين سلميهم في السكه. واه هتمشي دلوقتي يا عمي؟ هو انت لسه قعدت؟ وبعدين انا عامل حسابي انك حتبيت معانا النهارده وموظف اوضه الضيوف بنفسي. لا مؤاخذه ناموسه. لا نقعد ايه ونبيت فين؟ انا بصراحه مش عاملين حسابنا. مرة تانية إن شاء الله. أيوة صح، أنت صح، تجوا مرة تانية حتى تجوا أول اليوم فريش كده. طب تقعد وتتفرج معانا على فيلم السهري. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة نحلة. إلا قول يا فهيم يا ابني، فيلم السهرة ده فيلم إيه؟ فيلم الطريق لإيلات، عجبوه النهاردة على القناة السابعة. ما ينفعش يشوفوه. ليه؟ أول هم القنوات الأرضية بتجي عندنا مشوشة، كلاتها، ما شغلش غير الهوت برد، ما ينفعش. تاني هام طريق الليلات تلاقيه شافه 100 مره قبل الدنيا. بس انا بصراحه يا كبير يا ابني اي فيلم بيفكرني بالحرب او مسلسل ببقى مبسوط جدا جدا جدا، وخصوصا الفيلم الطريق الى ايلات ده بيفكرني بايام جميله جدا جدا جدا. ليه يا عمي؟ هو انت حضرت تصوير الفيلم؟ احكي لنا عاد كواليس الميكنج بتاعه. ده ميكنج ايه؟ تصوير ايه؟ أنا كنت واحد من الضباط اللي قاموا بالعملية دي. أنت تعرف الدور اللي قام بيه الضابط الممثل بتاع اسمه نبيل حلفاوي ده؟ أيوه أنا كنت الضابط ده. حضرتك قلت بالحقيقة برضك نسور في الجو وسور في البحر؟ أيوه. يا ريتني كنت معاكو. خلاص عياد، ما دامك ده يبقى ثلاثة بالله العظيم لانتوا قاعدين متفرجين معانا على الفيلم. ايوه بس يعني ما بستش ولا حاجة يا عمي. واها الشاي كمان جاها، عبال ما نشرب الشاي يبقى الفيلم قرب. عنك يا خالتي. لا مؤاخذة طريشة. عنك يا خالتي. العباية باظت. هات العباية، هات العباية. دي العباية لخالتك، دي العباية لخالتك يا روح خالتك. بلا مؤاخذة يا فزاعة والله ما خدت بالي. حصل خير يا فهيم، فداك 100 عباية زيها. عاوزك في كلمتين يا عمدة. هو اللي كبهم. كلمتين يا عمدة جوا. أمن جنابك.